السلام عليكم، أرحب فيكم مشاهدينا الكرام مع حلقة جديدة اليوم وبوست جديد. نقول خلوني أركز على سفرة الأكل وأتعلم الأتيكيت وأستطعم الطعم، لا تشغلوني بالأجهزة والتلفزيون. طبيعي الطفل ياخذ طريقتنا بالكلام، طريقة تصرفاتنا، طريقتنا بالحوارات. إذا بعلم الأتيكيت مثلاً بدخلة العيد شنو يقول، بالميلاد شنو يقول، دخل على ربعة شنو يقول، بالدواوين شنو يقول. هذه التصرفات الطفل يأخذها من تواجده بالنظر والسمع مع الوالدين. أحد أسباب تغير هذا الجيل من ناحية الأتيكيت في أغلب مراحل أو مناسبات حياة الطفل لأنه مبتور وراء الأجهزة والآيباد والتليفونات والبلاي ستيشن وكل هذه الأجهزة اللي ماخذة وقته تقريباً 24 ساعة من يفتح عينه لين ينام. الطفل عشان يحسن استخدام أدوات السفرة، الشوكة، القفشة، الملعقة، يسمي مثلاً يقول الحمد لله، يكون يأكل بنظافة من غير لا يدمر ما يؤذي نفسه، لازم يكون متواصل معانا. ما ينفع ان انا الطفل والله ما ياكل فافتح له شيء يشوفه واخليه متسبه وانا احط بحلجه الاكل. هذا الطفل يكون معرض لوايد اشياء. اول شيء هذا الطفل ما تعلم الاتيكيت مع القعده، فلما نطلع معه مكان لا تنحرجين ان كلب طريقه غلط ودمر نفسه غلط ودمر ملابسه غلط وكان قاعد ياكل بطريقه ما فيها يعني رقي منك. ثاني شغله هذا الطفل قاعد يكون مثل ما نقول مبتور عن العالم، فلما ياكل ما قاعد يستلذ بالاكل، ما يستطعمه، ما يعرف هو شنو قاعد ياكل، حتى الكميات هو يفتح حلجه وخلاص عينه قاعد طالع شيء ومو حاس، يفتح ويسكر بهذا الحلج، فيكون حتى معرض حق السمنه. غير المشاكل اللي تجيله من الأجهزة اللي يشوفها والتلفزيون وغيره، من الحركة السريعة اللي تكون بالفيديو أكبر من عمره فتخلي له عنده مشاكل في النمو وتشتيت وعدم تركيز، أمور وايد تجيله بهذه الطريقة لأن قاعد نتخطى ساعات اللي ممكن الطفل يشوف فيها الأجهزة. فإحنا ما ينفع أن إحنا نخلي الطفل يأكل وهو مغيب، ما ينفع، لازم يكون عارف شو اللي قاعد ياكله. غير كذي انا الطفل اجتماعيا قاعده اقطعه من الحوار معانا والضحك واكتساب الخبرات والمعرفه. اي سالفه احنا نسولف فيها ممكن تفيد الطفل، تنمي عقله. اي سالفه احنا نقولها ممكن تكون له خبره، وهو قاعد يرتكز عنده هذا الوقت كذكريات جميله راح يطبقها تالي مع عيالنا. وقت السفره تجمعنا انا وامي وابوي واخواني ونسولف ونضحك وناكل، وقت ممتع جميل. فأنا ليش الطفل أكون مغيبته عن هذه الفترة كلها عشان يأكل؟ إذا أنت بتفيدين شغلة ضريتي وايد أشياء، فما ينفع. أنا أبي أنتقل من هني حق بوست يخدمني أيضا في هذه السالفة، اللي هو يقول ممكن أتعلم الأرقام والألوان والأشكال عن طريق أكل العنب والفاكهة مثلا، هم وناسة وهم فيتامينات. اوكي، حق اللي يقولون ما يقعد ما يرضى يبطل حلجه ما ياكل، الطفل يبي يلعب، وقلنا من قبل انه يتعلم عن طريق اللعب. قلب الموضوع، خلنا نعد كم عنبه كلينا، خلنا نعد كم شغله، خلنا نسوي اشكال حلوه بالسفره، نقدر نتغلب على الطفل. بالاخير هو الطفل ياهل، عندنا بلغتنا يعني جاهل، طفل، احنا اخبر منه، نقدر بسهاله ننقص عليه بلعبه وضحكه ويندمج معانا ونسوي كل اللي نبيه معاه. خلوا وقت السفرة ووقت الأكل يكون الطفل حاضر معاكم 100%، مستمتع بأجواءكم، قاعد بين أهله بين أخوانه، مركز ذكريات حلوة، وماكل وجبة إن شاء الله تكون هنية هني مري عليه، ولا أن أنتوا تغيبون وراء أجهزة ما منها أي فايدة، حتى الفايدة اللي بكتسبها ما هي يعني حتى تحصل، لأن مرات الأكل ممكن يكون بنوعيته وجودته أكثر من كميته. كانت معكم أختكم مي مرزوق، نلتقي إن شاء الله على خير بحلقة ثانية.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فقرتنا اليوم. راح نتكلم على كيفية مساعدة الطفل على اكتساب الأصدقاء. طبعا الطفل بالنسبة لمرحلة تكوين الصداقات تأتي في مرحلة من 6 سنوات وما فوق. تبدأ في هذه المرحلة حاجة الطفل إلى تكوين مجموعة من الأصدقاء والأقران التي تساعد هذه الجماعة على نموه الاجتماعي والانفعالي. طبعا بعض الأطفال نلاحظهم يختلفون في شخصياتهم، يعني في بعض الأطفال يكون عندهم صفة الانطوائية أو صفة أن يكون شخصيته هادئة. ما يفترض على الوالدين إجبار الطفل على تكوين صداقات، خاصة في بداية حياته، خلينا نقول بداية المرحلة الابتدائية، بداية اكتشافه لشخصيته، اكتشافه لهويته، فيحتاج إلى خلينا نقول نسميه اللي هو نمو اجتماعي من خلال تكوين هذه الجماعات. هذه الجماعات بحاجة إلى مساعدة الوالدين حتى يستطيع الطفل انتقاء مثل هذه الجماعات. على سبيل المثال، مرات يكون الطفل ما عنده الفرصة أن يكون مثلا يكون صداقات، على سبيل المثال إذا كان هو في المدرسة، أو خاصة إذا كان التعليم مثلا عن بعد، فغير متوفر الصداقات بشكل يعني يومي. فممكن أنا كأم أصطحب الأطفال إلى المشاركة في بعض الأنشطة، خلينا نقول الرياضية، الثقافية، الاجتماعية، إشراكة في بعض الأندية أيضا، اللي ممكن تساعد الطفل على إتاحة الفرصة في التعرف على الآخرين. طبعا هني نلاحظ أن من خلال اكتشاف الأم لشخصية طفلها تستطيع توجيه الطفل للشخصيات المنسجمة مع شخصيته، كتكون مثلا عندهم بعض الشخصيات المتقاربة، مثلا كان شخصيته هادئة، أو إذا كان شخصيته اجتماعية، أو كان عنده بعض الميول والاهتمامات تكون شخصيات متقاربة. في الجوانب أيضا ما يسمى بالقدرات أيضا المهارية، يعني بعض الإمكانيات اللي ممكن تربط ما بين الأطفال بصورة مشتركة، فيصير فيهم جماعة انسجامية. طبعا هني أيضا الأم ممكن توجه طفلها إلى أسلوب حواري. لما نحن نقول من خلال جماعة الأصدقاء، هو شنو راح يستفيد من خلال جماعة الأصدقاء؟ أولا يعرف شلون ممكن يتحاور مع أصدقائه، كيف ممكن ينتقي سلبيات وإيجابيات، ويكون عن طريق ملاحظة الأم لحديث الطفل عن زملائه، عن أصدقائه. فتبدأ الآن، يعني طبعا أنا الحين ما بي أن الأم والله لما تسمع من طفلها إن, أن, أن هناك بعض السلوكيات الخاطئة أن تبدي تلومه أو توبخه، فإن المفروض أنت ما تصادق مثل هذه الجماعة، بل على العكس تكتشف ما هي العيوب وتسأله أنت إيش رايك في هذول الجماعة، شنو الزين وشنو اللي مو زين في هذا التصرف. تساعد الطفل هني على عملية اتخاذ القرار ومعرفة الجوانب الصحيحة والجوانب الخاطئة في سلوكيات الآخرين. فمن خلال يعني إعطائها فرصة، إعطاء الطفل فرصة في انتقاده هو لسلوكيات الجماعة وسلوكيات الأصدقاء، حتى يستطيع أنه هو يساعد نفسه في انتقاء مستقبلا. يعني نلاحظ احنا في مراحل حياتنا، احنا مو نفس جماعة الأصدقاء، فتختلف من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية إلى المرحلة الجامعية، وكذلك لما احنا نكبر. ففي كل مرحلة عمرية لنا جماعة خاصة. هني تعتمد على معايير تقييم الأصدقاء من خلال إعطاء الأم هذه المعايير، وبالتالي يكونون أصدقاء يساعدون الطفل على مساعدته في حياته، على تكوين شخصيته، ولا يكونون صحبة يعني سيئة أو ممكن يضرونه نفسياً.